طيب لو ناخد التركيب structure of hemoglobin، هنلاقي الهيموجلوبين اللي هو موجود داخل الريد بلاد سيل يتكون من زي ما احنا شايفين هيليكال شيب اوف بولي بيبتايد مولكيول، سلاسل من الايه اللي هي التشينز اللي احنا قلنا عليهم 2 الفا و 2 بيتا. يبقى انا عندي 4 جلوبين تشينز 2 الفا 2 بيتا مع 4 هيم، كل واحدة من الهيم فيها ايرن، مولكيول اوف ايرن. ده التركيب الطبيعي لنوع من انواع الهيموجلوبين اسمه ادلت هيموجلوبين. في انواع اخرى طبعا، الانواع الاخرى زي ما احنا ذكرنا قبل كده الفيتال والامبريونيك وبعض انواع الادلت هيموجلوبينز تختلف كلها في الجلوبين تشينز. يعني انا عندي هنا 2 الفا زي ما احنا شايفين كده، 2 الفا و2 بيتا، بينما الانواع الاخرى بتختلف في التركيبة بتاعتها عن الأدلت هيموجلوبين.